انت ايضا عملت، دخلت مشروع جينيس في اكل الازاز. اكل ازاز؟ يا ساتر. انا اللي دخلني مشروع جينيس ان انا كنت في برنامج ارض الخوف. ايوه. بياكل تعابين وحاجات كده اللي هي الخارقه دي. فطبعا بعدها اعلنوا ان عايزين حد يدخل مشروع جينيس، فدخلت عشان الرغبات اقدم اي حد عادي، ما كنتش باغي القبول يعني عشان اقبل، دي كانت مشكله بالنسبه لي ان انا اقبل ازاي انا مصري يعني. فاوكي فقابلت، فلقيت الرغبات بقى مش عارف تاكل كيلو تعابين وتشد عربيه نقل ومش عارف تعمل ايه وتلعب ضغط على 720 عنده في الدقيقه. فكنت انا باكل ازاز لندنين صغير كده، ازاز اللي هو الصغير ده، باكل ازازه فبتاع في اتنين، فقال لي احنا عايزين نص كيلو. فنص كيلو قلت اكل نص كيلو شويه، قالوا لا احنا عايزينهم في 7 دقايق. انا كده افورت قوي يعني، 7 دقايق ونص كيلو. فقعدت ان انا اقدر يعني اقدر اشتغل عليها لحد ما وصلت لاخر يوم في المسابقه ان انا اقدم، فاكلت يعني نص. اكلت؟ بتقولي اكلت وما تعورتش؟ لا ما هو انا هنا لساني كله متعور. ها لسانك ميت ومعدتك؟ باكل قطن قبلها وبعمل كل 6 شهور. بتاكل ايه؟ قطن. ما انا ما ينفعش انزله حته، بنزله زي التراب، عشان كده حاشي كل اسناني. ما حدش بياكلها بالسهل. مش كده ولا ايه؟ صح.